منور يا لطفي يا ابن الحراق. ماشي وراها طيرني ليه؟ عاوز تسرقني يا لطفي؟ فاكر نفسك اصع مني يا ابن امبارح؟ لطفي ده انت طلعت غبي يا حراق، قطعت بلومتك. ده انا كنت هشغلك واكبرك وانضفك. ايه بتقول ايه؟ تعلي صوتك، علي علي صوتك، سمعني. يلا هات غور من قدامي. غور، تعرف تروح لوحدك ولا اجيب لك توصيله؟ اوعى بقى. انا نفسي افهم بس ايه اللي بيعمل فيك كده كل شويه متخرشن انت؟ بس يا ابني بتوجع قلبي ليه؟ حادثه مفيش حاجه. حادثه؟ ويعني هي الدنيا سابت الحوادث كلها وجت قفشت فيك انت؟ ايوه. ده انت كل اسبوع متخرشم يا مره يا مرتين. يا ابني بقى انا تعبت، مش مرتاحه لك. وربنا انا قلبي كان حاسس، قلبي كان حاسس المشوار ده انت مش عامله بكيفك ومن وراه شر، عشان كده ما سبتلكش البيت ومشي. اصيله اصيله يا نوره. اصيله اصيله يا ام السيد، كتخيبه ده الحريم اقدام، وده احنا شفنا من اول يوم اهو. الله اعلم بقى مستخبلنا ايه بعد كده. كل خير يمه، كل خير يا حبيبتي. وبعدين ما حدش باخد غير نصيب، وانا وابنك على تكة، فما تكملهاش عشان ما تخربش علينا يما. قول لامك حاجه. بعد رجلي. انا مالي يا اختي؟ ما اللي بيشيل قربه مخرومه بتخر على ظهره. انا ليا في ابني. يما بسم الله عليك. جمعي طيب. بص يا ولد، انت بعد كده وانت نازل وانت طالع لازم تقدم لي تقرير. طب تصدقي من لما كان عيل صغير قد كده عمر ما حد ضربه. اهو نصيبه، نصيبه اتضرب دلوقتي، اتضرب دلوقتي. ايه بقى هنعترض؟ لا ولا نصيب ولا حاجه، هي قدام. ثم بس بقى، بس بقى تعبان يا فندم. ولا حرص. انا عايزك تاخد جمله اوجه من ابوك وتعسلنا وراه كده، تشوف ايه الحكايه وايه اللي حصل له كده، ولو في اي مصلحه البدله ما هو مأمن لك. مصلحه ايه؟ مصلحه ايه اللي هتيجي من ورا المنيل ده؟ وطي صوتك بالراحه عشان امه ما تسمعش. مفيش حد ما بيجيش من ورا مصلحه نوجا. ده شكل نوجا شايله جامد قوي من هوجن. لو انت الصادق، نوجا شايله من صنف الرجاله تما. رجاله تما؟ يبقى انت يا برنس اللي هتحاسب على مشاريب القهوه كلها. بس قهوه ايه يا حيوان؟ عامه يعني انا على قلبي زي الفل، زي العسل وزي السكر وزي الكراميلا. يا حراق انت بقيت كاظم الساهر ولا ايه؟ بس فك وشك يا ستر. يا رب صاحبي جاي يطمن على ابنك وهو تعبان يعني. اسمع يا بوز الاخس انت. ايوه. انت تتنيل وتشرب دون وتتفضل تغور من غير ما تروح. شكرا يا اما. طيب شكرا، خلاص هو هيمشي حالا دلوقتي. خلاص اتفضل انت يا اما، خش جوه وارتاح. يا ست دي بتعاملني كده ليه؟ بس يا حيوان، بس يا حيوان دمي. ايه؟ انا عايز نروح لبهلول. بهلول تاني؟ بهلول تاني يا لطفي؟ وطي صوتك. انت ما بتحرمش؟